حيو السيناتور. طولت. اهلا 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 اهلا. صحتو. صحتك. عم ركز لك الان. وصلت لنا البيضات. شو قصة طلبك الدائم على البيضات هذا؟ عم بيصير قلقي، شو القضية؟ قيام الليل. ايوه هو. هات لشوف. استاذك متزعل انت وحليل؟ خلينا مبسوطين وبلاها سيرته هلا. اي خلاص امرك سيناتور، امرك، لا تواخذنا كرمال الله. هات لشوف، احكي لنا شو بدك تعمل بكره بالمجلس؟ قعدة الكتابة سرت عافيتي يا زلمي. كأنك سمنان شوي تقلق. شو وينه جبران؟ ما عم شوفه. كان معي بالدفن وراح على المرسم. عم بيقضي معظم وقته بالمرسم. هو الثاني ما عم نشوفه. والله إذا بدك تضل على هالحالة اللي أنت عليه ما عاد تشوف حدا شوي تاني. شبه الحالة؟ يعني بدك ملذات الحياة وجنة الآخرة. والله يا حليم يلي بيحلم بالعيلة وبيلمة البيت ما بيضل بيتصرف وبيكتب بهالطريقة بلا حسيب ولا رقيب. سؤال، انت مثلا اشتقت للبطاطا المسلوقة والبرغل؟ يعني جلدك عم بيحكك شي؟ لك يا صافي شو عم بكتب؟ شو عم بكتب؟ عم بكتب بالفايش على السطح اللي كل الناس بتعرفه. بالفايش قلت لي؟ تعال شوف هاي مقال مبارح. انا اصلا صورته عندي. وهي النظارة. صحيح إن العقوبات المفروضة على البلد نالت من لقمة عيش الناس، إلا أن أولي الأمر ليسوا أقل قسوة ووزرا. إيه وشو فيها هي كمان؟ والله إذا شايف إنه ما فيها شيء معناتها عم حاكي حالي أنا. قول أنت ريحت رأسك من زمان، كل الحكي المكتوب رجلك واحد. هلأ شيلك مني وجاوبني. إذا رجعوا ضبوك انت شو بتكون استفدت مثلا؟ شو بتكون استفدت من كل شيء عم تعمله مع اولادك؟ ما بتكون رجعت شردتهم مره ثانيه؟ لك يا حليم، يا حليم من الحكمه والعقل انه الواحد يعرف يلعبها صح، بدك تمشي على حد السكين، وخصوصي بالكتابه. انت شقفه فصعونه هالقد قدها ما عم تعرف تتعامل معها. يا لطيف شو؟ شكت لك شيء يعني؟ هلا هو مشكلتك انت مين شكل الثاني؟ انا تاخرت. شو عندك المساء انت؟ ما عندي شيء. ليش؟ العشاء اليوم عندي بالمحل. خلافك مع خليل صار سخيف ولازم نحله. اذا القصه فيها خليل ماني جاي. عليك. هاي القرارات والتعاميم يلي عم بشرح لكم اياها خطيره جدا واثرها على المواطن اخطر بكثير. تقييد السيولة والتشدد بالاستيراد رح يؤدي لغلاء الأسعار وبالتالي خنق الاقتصاد. لهيك أنا بطلب من السادة الزملاء الموقرين الضغط على الحكومة للتراجع عن هاي القرارات. وشكرا سيدي الرئيس. تفضل أستاذ خليل. شكرا سيدي الرئيس. السادة الزملاء، يعني الواحد لما بيسمع هذا الكلام بيعرف ليش الناس بتقول عنا ديكور وكمالة عدد وهمنا الوحيد مصالحنا. الزميلة جنان عم تحكي بلسان شريحة وصلتنا لأكبر أزمة اقتصادية بتاريخ البلد، وقرارات السيولة اللي عم تهاجمها هي اللي ساعدت شوي بضبط سعر الصرف وكانت من ضمن حزمة إجراءات. والعودة لأيام الفوضى القديمة يعني فتح باب المضاربة وتراجع قيمة العملة أكثر وأكثر. واللي عم نعيشه هلأ مانو فوضى؟ عفواً أستاذ خليل، ما بعرف ليش كل مرة أنت بتحول الموضوع لشي شخصاني ومكايدة ونظرية المؤامرة. سيادة الرئيس أنا عم بحكي للصالح العام وهذا الشي واضح من كلامي، المواطن أولاً وأخيراً. نحن هلأ بوضع استثنائي، يعني بيتطلب حلول استثنائية. وإذا ما تم التراجع عن هي القرارات أنا رح أطلب استجواب الوزير رسمياً تحت قبة المجلس. سيد الرئيس، بدل ما نطالب بالخراب ونزينه بشعارات رنانة خلونا نطالب بإلغاء القرارات اللي أدت إلى إفقار وإرهاق الناس. المالية والجمارك كل يوم بيتباهوا بجباية الملايين،
وبالغرامات الغير مدروسة، وعم يتناسوا إنه هالكام ليرة اللي عم يفوتوا على الخزينة عم يروحوا الشغل بالمليارات، وعم يطفشوا التجار والصناعيين لبرات البلد. نحن منطالب باقتصاد يعتمد على زيادة الإنتاج ولا يعتمد على الجباية والاستيراد، وكمان منطالب بالضرب بيد من حديد على الفاسدين والمعطلين. وإذا كان استجواب الوزير مشان الأسباب اللي ذكرتها الزميلة جنان، فأنا وكتلتي ضده بالكامل. أما إذا لسبب آخر وموجب، نحن منرحب. شكرا. عيب اجي لعندك بدون موعد، بس متأكدة إذا لقيت اسمي على موبايلك ما رح أترد. تفضل. يا كم اجتماع سري صاير بهالغرفة؟ كثير. بس هذا كلام قديم أيام الخلايا والتخفي. بقول لك سر؟ أنا وصغيرة كنت معجبة فيك كتير، يعني ما كان بعيد إنك تشوفني بوحدة من خلاياكم، بس مو إيمانا إعجابا. بس هيك الحياة ما بعرف وين بتاخذنا. معك حق، الحياة بتاخذ كل واحد فينا لمكان المناسب. ما قلتي شو سر هالزيارة المباركة؟ شوف، أنا بالعادة لما باكل كف برده 10، بس معك انت صار العكس. ما بعرف، يعني يمكن لانه كنت معجبه فيك، يعني العاطفه حكمت، فالمفروض تشيل لي اياها. ما شوفي جنان، انا مو كثير شاطر بالطلاسم، ف يا ريت تحكي على بساط احمدي. حضرتك بقعدة وحدة مع أبي قطعت علاقتي معه، ما عاد حكاني ولا كأنه بيعرفني. سكتت، أكلتها بجنابي وسكتت وما فتحت تمي. بس يا أخي الأذى ما عم يوقف لهون. هذا رفيقك خليل بالمجلس اليوم مستلمني 10 بلدي، ففهمني إذا أنتوا بين بعض متفقين واحد ينسفني بالشخصي وواحد ينسفني بالعملي لحتى أفهم. حلو إنه الواحد يكون عنده خبر، بس لا أعرف، وما في مشكلة ما لها حل. نقعد مع بعض يا أخي، منتفاهم، منلاقي حل يرضي كل الأطراف. فيك تقول تسوية. أما إذا احتمال أنه أنت ما عندك فكرة، يعني ما عندك خبر، وبالصدفة هذا الشيء صار، قلت بيجي لعندك بخبرك، بلكي بتنبهه تعمل له فركة إذن. جنان، أنا لحد هلأ ما اشتغلت مدير مدرسة مشان تجي لعندي وتشكي زميلك بالصف. هاي شغلة. الشغلة الثانية، عداواتك بالمجلس أنا ما دخلني فيها. خليل بيقول رأيه، ولو إنه كثير من آرائه أنا ما بتعجبني. أما بخصوص أبوك، الرجل إجى لعندي وسألني رأيه، فقلت له الحقيقة. شوفي جنان، اللي عم بيخرب بينك وبين أبوك مو جوابي. الحقيقة هي أياديك البيضاء. دايم هلا. أنا قلت بيجي لعندك حتى بصورة الوضع، عشان إذا صار ما صار ما إلا خاطرك. شرفتي. صحتك. مروان شوف موجود شو بدك. أهلا بالأستاذ حليل، على أساس مالك جاي؟ تفضل تفضل، تعال بلا غلط عود. يلا مد إيدك. أنا مو جاي تعشى ولا جاي طيب خاطرك يا أستاذ خليل. أصبح مثل العادة جاي تسبحنا ببزاقك وتمشي. مدام جنان زارتني بالبيت اليوم وسمعتني كلام مثل السم، وبصراحة بنفهم منه تهديد لإلك. إي إن شاء الله تلحق تنفذ تهديدها. أنا محضر لها ملف مبكل بيرفع عنها الحصانة وبيطيرها من المجلس، وممكن يوديها السجن كمان. اوه
خود جرب لي السودة، بعرفك بتحبها كثير. لك انت ما في شيء بيأثر فيك؟ ما حدا بيستفزك؟ خلاص طيلصت على الآخر؟ مسيك مسيك لألا. والله يا حليم أنا دور الدون كيشوت داخلي منه. يعني وصلان لمرحلة اسمها اللا جدوى. ومن زمان من زمان كثير عايش لمرائي لمزاجي وما بدي أي شيء يعكرني. طلع على منظرك أنت وياه. واحد من برات التركيبة واحد من جواتها، بس باللا جدوى أنتوا اثنين كوبي عن بعض. بصحة المصالحة الوطنية. هاي بدك أسير.